Assalamu alaikum. This is a short text about the geography of Saudi Arabia. I'll read each part two times. The first time I read it, you should read along silently. The second time I read it, you should read aloud. Reading aloud will help you develop pronunciation as well as speaking skill. السعودية بلد كبير جدا. تقع السعودية بين البحر الأحمر وبحر العربي من الشرق. Now please read along. السعودية بلد كبير جدا. تقع السعودية بين البحر الأحمر وبحر العربي من الشرق. السعودية في الصحراء الكبرى حيث الشمس قوية والمطر قليل ولا توجد فيها أنهار بل يخرج الماء من تحت الأرض بالآبار. Again. السعودية في الصحراء الكبرى حيث الشمس قوية والمطر قليل ولا توجد فيها أنهار بل يخرج الماء من تحت الأرض بالآبار ومن آبار السعودية بئر مبارك اسمه زمزم الذي فجر تحت قدم إسماعيل عليه السلام. Again. ومن آبار السعودية بئر مبارك اسمه زمزم الذي فجر تحت قدم إسماعيل عليه السلام. لا توجد في الصحراء أشجار غير النخل الذي تنبت منها التمر. لا توجد في الصحراء أشجار غير النخل الذي تنبت منها التمر. السعودية لديها جبال كثيرة وعالية مثل جبل السودة وكذلك جبال السراوات التي تمتد من اليمن إلى البحر الأحمر. Again, السعودية لديها جبال كثيرة وعالية مثل جبل السودة وكذلك جبال السراوات التي تمتد من اليمن إلى البحر الأحمر. Please download the text. Read it again in Arabic. Answer the questions in Arabic as best you can before going to the answer key, which has the English.